يلبس. كيف الحال؟ طيب. السلام عليكم. كيف الصحة؟ أهلا وسهلا. يا مرحبا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. اولا ان شاء الله بدايه موسم مبشره، كابتن والشباب الاداريين كلهم بشروا ان شاء الله خير. طبعا نصكم اعتقد كان معنا السنه الماضيه صح، ونصكم جديد على الفريق. تعرفون وضع الفريق قبل سنه سنتين، تعرفون وضع الحين. مو عيب الانسان يخطي ولا يخفق ولا ينزل مرة ثانية المستوى اللي هو كان، بس العيب إنه إيش؟ ما يعيد المحاولة مرة واثنين ثلاثة. غيري قدر أنا أقدر، ما عندهم هم دماغ ثاني ولا يد ثانية ولا هم أشطر مني بشيء، ما على الله بعيد. ها، فزي ما كنا إحنا أول وزي ما صعدنا قبل سنتين، أنا أتمنى كل واحد فيكم الحين والمدربين والإداريين يسمعون بين عيوني هدف واحد، ولا ابغى اتنازل عنه، لا انتم ولا احنا. ترى النجاح لنا كلنا، ارجع اقول مو بس الاداره ولا الرئيس، حطوه بين عيونكم اننا نصعد، مو بس نفوز ونجمع مباريات ولا بقاء، هذا ما عاد يرضينا ولا يرضيكم حتى انتم. اذا صعدت بالفريق اسمك انت، تقول والله انا كنت من ضمن الفريق اللي كان في الدرجه الثالثه وصعد الدرجه الثانيه. اتمنى احد يترجم للشباب ها اللي موجودين هنا. فما ابغى املنا ولا طموحنا بس عند رجلين ولا متواضع، لا لا. إذا طمحت ولا حلمت، احلم في السماء، احلم أبعد حلم تقدر تحلمه، احلم ولا تخاف من الحلم. لأنك أنت إذا آمنت بنفسك وثقتك بنفسك زادت، راح تلقى نتيجة في الواقع. أما لا، إذا كنت أنت منهزم من الداخل ما تقدر حتى سبحان الله أنت تساعد نفسك. رجائي منكم كلكم، احنا الحين بداية الموسم، لا تتنازل وقاتل من أول دقيقة لحد آخر دقيقة وصافرة في الموسم. لا تتهاون تقول والله لا والله احنا لسه نجمع نقاط، لا نرضى بقاء، لا. أنا أبغى أصعد إن شاء الله للدور الثاني، وأصعد للدور الأول، وأصعد إلى الممتازة، ما نقصني. غيرنا احنا سمعنا عن أندية غيرنا حاولوا كانوا معنا بنفس الدرجة، وما شاء الله اليوم بدون ذكر أسماء على سبيل المثال للحصر، يعني يمكنكم أنتم تذكروا بعضهم بعضهم لا، كانوا في الدوري الثالث وطلعوا الدور الثاني ثم طلعوا الدور الاول ثم اليلو ثم الليل. اليوم في روشن يلعبون مع الهلال والنصر، واسماءهم في الاعلام رنانه للفريق كله وكل اعضاء الفريق. امني بعد الله فيكم، ارجوكم رجاء، ارجع اقول ترى النجاح لكم قبل لا يكون لنا. احنا من جهتنا والله ما ذخرنا ولا قصرنا بشيء، لا في اهتمام ولا في حرص ولا في خدمه لكم ولا في مصلحه لأي واحد فيكم، إلا قدمنا الغالي النفيس إن نعطيكم إياها على أكمل وجه نستطيعه، يعني في حدود ميزانياتنا في حدود صلاحياتنا. فأرجع أقول لكم، أرجوكم رجاء، ترى النجاح لكم أنتم ليس لي أنا، فلا تتخاذل ولا تتهاون، قاتل من أول دقيقة لآخر دقيقة الموسم. الله يعطيكم العافية. أنا ما ودي أطول، ولو ودي قعدت إياكم في مجلس نسولف، بس أرجوكم رجاء، لا أبغى أكرر وأضغط عليكم نفسيا، ترى النجاح لك انت قبل لا يكون لي انا ولا الفهد ولا المدرب ولا لك انت. انت ترسم تاريخ، انت ترسم هيستوري، كنت الحين ترسم سي في، وش كنت وش صرت وش سويت، كنت عضو ثم طلعتهم في 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 الدوري الدرجه الثانيه، دوري الدرجه الثالثه كذا. يصير لك تاريخ ترسمه قدام الناس تتفاخر فيه قدام نفسك وقدام الاخرين. شكرا لكم مره ثانيه، ما ودي اخذ من وقتكم، فاكم التوفيق. الله يحييكم. الله وفيك. الله يحييكم. الله يكرمني. For president, we do everything for president and for staff of Fahad and for the club. Yeah. We do everything for you. I think and I sure I know you go do the best for the Al-Shaib. Okay. Thank you so much. I know what you know. What do you say? You have an English friend.
But I hear about you, يعني a lot, mashallah. Thank you. And your history, it's very nice. Thank you. Thank you. But I want to see it on the ground. I know. Yeah, I this know. Is my target, huh? It's, yeah, I'm feeling very, very comfortable with you. Okay. Thank so you. So inshallah, I trust you. Thank you. To pass this stage of our team, huh? Yeah. Inshallah, I hope that you it take us to the next. Level. Yes. Inshallah. We help. Inshallah. We'll go there. You will, inshallah. Okay. Inshallah. Thank you so much. Allah ta'ala. Okay. We ترجم بس للشباب. خليه هناك. Yeah. The president was speaking that it's not bad and it's not your fault that the club has regulated, but the worst thing is not trying. He wants every player here to try their best to promote again and keep working hard. We have one target for the whole group. We share it as administration, the coaching staff, the players to promote. So everybody here has to do their best to pursue that target. Also from administration side, they will never save any effort for supporting the club, the players. Every player here is precious for the president. And we would like to be successful together. The success is yours before is ours. So please, he trusts and he has confidence in everyone here to do that. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you. Thank you again. الله يعطيك العافية. شكرا. شو ناخذ صورة معهم ولا